هذه أبرز عناوين اليوم من عرب ميديا. ميقاتي، ضمانات أمريكية لخفض التصعيد والحزب من المساندة إلى الحرب المفتوحة. إسرائيل توسع جبهة القتال ضد الحزب بعد إزالة الألغام من الجنوب السوري. العلوي يوجه دوائر محافظة بغداد باستكمال خدماتها لاستقبال الضيوف اللبنانيين. قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية جنوب الموصل. سيلينا غوميز تتأنق بتصميم إيلاي صعب في العرض التقييمي لفيلمها. شكراً لمتابعتكم، لقراءة المزيد، زوروا موقع عرب ميديا. هل تعلم أنه يمكنك الوصول إلى مزيد من الزبائن من خلال رعاية عناويننا اليومية؟ اتصلوا بنا لمعرفة المزيد.